مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا ان شاء الله نقدم واحد الحلقة اللي مهمة ومهمة بزاف في تربية الأرانب، وهي سبب نفور الأم لصغارها في يعني مرحلة ديال قبل الفطام. إذا كلنا كنكونوا كنربيو يعني كمبتدئ كيكون عندنا واحد الفرحة ملي كنشوفوا أول يعني ما كتولد الأرنبة ديالنا، شنو كنمشيو نديرو؟ كنمشيو كنتفقدوا الصغار. في الحقيقة هذه المسألة هي خاطئة، ولكن ماشي يعني ناخذوها كمقياس. هي كاين الأمهات اللي كينفروا الصغار ديالهم ملي كيشوفوا شي رائحة غريبة يعني بين يعني الصغار. هذا في حقه هو اول حاجه ممكن ان المربي يديرها، ان النهار الاول النهار الثاني ممكن ان يخليها هذيك الام ديك الصغار ما يتفقدهمش. النهار الثالث مثلا ممكن انه يتفقدهم واحد، ولكن يستعمل واحد ليغات عاديين كما بغى يكون، او ميكا مثلا. الا ما عندكمش ليغات ممكن تستعملوا غير واحد كيس بلاستيكي ديروه في يعني في الايدي ديالكم، ممكن تفقدوا هذوك الصغار. لان كاين مرحله ديال التفقد كتكون ضروريه، لان ممكن انكم تلقاو واحد الله يستر يكون شي واحد ميت ما بين الصغار. هي الحقيقه هذه القضيه ديال السبب ديال النفور ديال الام يعني كتهجر الصغار ديالها، غالبا كتكون من الريحه. يعني هي خاصه الريحه ديالها تبقى في المكان. الناس اللي مشاو مثلا الله يحفظ، كتكون شي ام يعني ماتت مثلا، كيشدوا الصغار ديالها وكيعطيهم لوحده اخرى، لواحد الام اخرى، او كيفرقوهم على الامهات. ماشي هي راها الا بغيو ديروها الطريقه راها صحيحه 100%، ولكن عندها واحد المقاييس. يعني خاصكم انكم تشدوا الام يعني تشدوها باش ما تاذيش هذوك الصغار، وتبقاو تشدوا هذيك الرائحه ديالها يعني من تحت يعني البلاصه ديال الحلمات ديالها، وتنعسوا ديك الصغار تحت منها واحد المده وانتم شادين الام، عاد ممكن انكم تعطيوهم تفرقوهم على الصغار. او تشدوا الفرو ديالها مثلا، يعني ديك الشعر اللي نتفاتوا وتمرغدوا فيه هذوك الصغار اللي باغين نتوما تفرقوهم على الام الاخرى. كاين قضيه اخرى، كاين عاوتاني الام اللي ولدت اكثر من 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 العدد الحلمات ديالها. مثلا ولدت 10 وهي مثلا العدد ديال الحلمات ديالها غير 6، شحال من واحد يعني من المربين كيدير قضيه ان غادي يشد هذوك الصغار وغادي يفرقهم على الامهات الاخرين، باش لان الحلمات اذا كانوا مثلا 6 وهي والده 10، 4 غادي يضيعوا، غادي يبقاو يرضعوا. لان هي كتدخل كترضعهم غير خطره او خطرتين في النهار، ممكن ان ثلاثه الخطرات كاع. ولكن منين كتبغيو تعطيو ديك الصغار تعطيوهم لها باش يرضعوا، ماشي غير يجيو يعطيهم لها، راها عندها طريقه. الا مشيت تعطيتوهم لها مباشره راه غادي يكونوا متاكدين انها غادي تاديهم، غادي تاديهم وغادي تضرهم كاع، ممكن انها تقتلهم لانها كتعتبرهم غرباء. كاين قضيه اخرى، الناس اللي بغاو يبقاو يخرجوا الصغار يعني يضرب فيهم الشمس مثلا خارج بيوت الولاده وينقيو البيوت ديال الولاده، منين تخرجوا هذوك الصغار الا مشيتو حتى خلطتوهم يعني درتوهم وبغيتو عاد تردوهم، ولو يكونوا يعني مفروزين مثلا باينين باللي هادو الصغار ديال هاد الام هادي وهادو الصغار ديال هاد الام هادي، يعني مثلا هادو صغفر وهادو بويض مثلا، نتوما عارفين باللي هادو ديال هاد الام هادي ديال هاد الام، وتشدوهم وتخلطوهم. كي غادي تخلطوهم الريحه غادي تخلط ما بين جوج ديال المجموعات او ثلاثه المجموعات او اربعه المجموعات. كونوا متاكدين ملي غتردوهم الامهات ديالهم كلهم غادي ينفروهم،
وغادي يحاولوا يأذيهم، لأنهم الريحة ديال صغار اخرين تخلطت مع الريحة ديالهم. طريقة الناس اللي غلطوا وحصلوا في هذه القضية هذه، أنهم يشدوا الأم ويبقى يعودوها عليهم على الصغار ديالها بشوية بشوية. كيفاش؟ غادي يبقاو يشدوها من الودنين ديالها باش ما تأذيهمش، وتبقاو تخشيهم تحت منها وتخليهم يرضعوا بزز منها، يعني ترغموها، تبقاو شادينها شادينها حتى يرضعوا. شنو غادي يوقع؟ ان الحليب ديالها غادي يقيس الفم ديالهم، وهي غتبقى تشم فيهم الريحة ديالهم، وتبقاو تعودوها بشوية بشوية حتى يعني تعود عليهم. اما باش تجيبوهم مباشرة وتكونوا مخلطينهم في واحد الجهة وتردوهم للأم ديالهم، تكونوا متأكدين أن غادي تأذيهم وغادي ممكن تقتلهم كاع. إذا الحلقة ديالنا راه واضحة، حاولوا أنكم ما تبدلوهمش الريحة ديالهم، يعني الريحة ديال الصغار، واخا في هذا الحجم هذا. انتم تبارك الله دور عنده واحد 20 يوم، 20 يوم حاولوا أنكم ما تخرجوهمش وتخلطوهم مع صغار اخرين، او يعني تبقاو تبدلوا الرائحه من جهه لجهه، او مثلا غير تشدوا هاد الصغار هادو بالام ديالهم وتبدلوهم لواحد المكان اخر عاود. هذه نقطه مهمه، الا مشيو تبدلتوهم لمكان اخر، حاولوا يعني تهزوهم بالريحه ديالهم بهاد الشبيكه ديالهم، يعني ماشي تشدوهم وتنقلوهم في واحد المكان اخر اللي هو فيه رائحه اخرى. بالام ديالهم ماشي مشكل، واخا تكون بالام ديالهم، الا مشات ما شمتش فيهم الريحه ديالها صافي غادي تبقى تاذيهم. يعني منين تشوفوا نتوما هذيك اللقطه ما تخافوش، غير شدوهم وبقاو تخشيهم تحت منها، وحاولوا انكم تشدوها من ودنيها تهزوا لها راسها الفوق وتخليوها تخليهم يرضعوا منها. الا رضعوا منها وشمت فيهم الريحه ديال الحليب ديالها، صافي كتولي معوده عليهم. اذا الحلقه ديالنا هي هذه. الى كنتو من المشاركين الجداد، شاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. فهاد الايامات ما كنجاوبش على التعاليق لانني عندي شي مشاكل في الكونيكسيون، سمحوا لي بزاف. ندوز واحد اليومين ان شاء الله وغنبقى نجاوب على التعاليق كما العاده. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم ساندونا زر جيم باش يصلكم وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.